السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهارده كان ان شاء الله هنعمل مع بعض الطاجن اللحمة بالخضار، هنعمله بطريقة حلوة قوي، بس بجد في الآخر تاخدي كده طعم وريحة، حاجة بجد كده ما حصلتش. وده طبعا من أحلى وألذ وصفات عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، ويلا بقى كده نتابع الفيديو مع بعض على طول ونقول بسم الله. اول حاجه بقى عندي كده في حله كده على النار، هضيف فيها كده معلقه من السمنه البلدي، ممكن نستخدم سمنه بلدي او زبده او معلقه من الزيت، اي ماده دهنيه. بعد كده بقى بنسيبها الاول تسخن، بعد كده بقى نبدا ننزل باللحمه. طبعا احنا هنا بندي كده صدمه كده اللحمه بحيث ان هي ما تنزلش معايا ميه او سوائل. وهنا بقى كده بننزل بقى كده بقطعه اللحمه، اهم حاجه كده نستخدم قطع لحمه. طبعا انا مستخدمه النهارده كده اللي هي لحمه الموزه، ممكن نستخدم اللي هي لحمه الموزه او لحمه اللي بتكون المذبح اللي هي بتكون موجوده في رقبه الذبيحه او لحمه الريش، ده طبعا بيكون احلى قطع لحم ممكن نستخدمها كده في طاجن لحمه بالخضار. وهنا بقى كده نزلت كده بقطعه اللحمه، بقطع اللحمه هنبدا بقى كده نشوحها كده كويس من الجنبين. وبعد ما شوحتها كويس ويتغير لونها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هنا بقى كده عندي بصله قطعتها كده مكعبات نزلت بيها كده على اللحمه، هبدا برضو كمان اشوح البصله كده مع اللحمه وبندي لها كده تشويحه. بجد هنا بقى ريحه اللحمه مع البصل ريحتها حلوه قوي. وهنا بقى كده بنضيف بقى عيد من اللي هو القرفه الخشب واربع فصوص من الحبهان، وهنضيف كمان رشه من اللي هو الفلفل الاسمر. طبعا زي ما قلت قبل كده انا بطحن الفلفل الاسمر ده في البيت، بيكون مضاف ليه عود من اللي هو القرفه الخشب مع شويه من فصوص اللي هو الحبهان، وبنطحنه كده في الكبه مع شويه صغيرين من الملح. طبعا كل ده بيكون على 8 كيلو من اللي هو 8 كيلو من اللي هو الفلفل الاسمر الحب، وبنطحنه زي ما قلت بيطلع معاكي احلى فلفل اسمر ممكن تعمليه في البيت، بيكون احلى من المطحون اللي بيجي جاهز. بعد كده بقى عندي نزلت بقى كده بالميه المغليه على اللحمه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا بننزل بميه مغليه، مش بننزل بميه عاديه او بميه فتره او بميه من الحنفيه، لان طبعا اللحمه عشان ما تاخدش معانا كده سوا كتير. المغليه وشوح اللحمه كويس زي ما انا عملت كده. بعد كده بقى غطيت عليها، سبت اللحمه كده لما تاخد معايا 3 ارباع سوا. طبعا اخدت معايا حوالي كده ساعتين او ساعتين ونص، طبعا التسويه على حسب عمر الذبيحه سواء كانت صغيره او كبيره. بعد ما اخدت معايا 3 ارباع سوا كشفت هنا كده اللي ضفت لها كده اللي هو مقدار الملح، غطيت عليها تاني وسبتها كده حوالي كمان 5 دقايق لما تبدا كده تشرب الملح. بعد كده بقى كشفت عليها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. في الوقت ده بقى بنبدا ناخد نص اللي هو الشوربه، طبعا باخد كده نص كميه الشوربه طبعا عشان بنقدمها كده مع الاكل. والنص التاني بقى هنبدا نعمل فيه اللي هو الخضار. وهنا بقى كده خلاص شلت نص كميه الشوربه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، والنص التاني بقى هبدا اضيف اللي هو الخضار. عندي بوله من البسله، طبعا البسله دي خضراء بنجيبها كده خضراء بنفصصها وبحطها في اكياس اللبن في الفريزر بنحتفظ بيها، بتفضل معايا سنه كامله في الفريزر باللون اللي انتوا شايفينه ده، طبعا بدون مسلوقها بدون مشطوفه، يا دوب كده بفصصها وبحطها في الاكياس وبطلعها كده على الطبخ، يا دوب كده بنشطفها كده كويس بالميه وبنصفيها، بتكون معايا بالشكل واللون اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بقى كده خلاص نزلت بالبسله، بنبدا بقى كده لما تاخد معايا كده غلوه ببدا اغطي عليها وبسيبها كده حوالي 5 او 7 دقايق على النار تاخد كده تسويه. بعد كده بقى هنضيف اللي هو الخضار الباقي. وهنا كده زي ما انتم شايفين عدى معايا كده حوالي 5 او 7 دقايق، هنبدا بقى نضيف بقيه الخضار. عندي ده بقى حبايه من البطاطس، عندي 2 قرع، 2 جزر. طبعا الخضار ممكن تضيفيه كده بالنظر او على حسب كميه اللحمه اللي انت عاملاها او على حسب افراد الاسره. ضفت هنا بقى الخضار وهبدا اقلبهم كده كويس مع بعض، بنضيف طبعا القرع مع الجزر مع البطاطس مع البسله واللحمه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهنا كده بنسيبها تاخد غلوه، اول ما بتاخد غلوه هنبدا بقى نضيف اللي هو صلصه الطماطم. ده طبعا صلصه الطماطم عاملينها في البيت، يعني بتجيبي حوالي كده نص كيلو من الطماطم وبنفرمهم كده في الخلاط مع فصوص من الثوم مع قرن من الفلفل الاحمر الرومي، وبنفرمهم كده كويس بشويه من الميه، بنحطهم كده بقى في حله عندنا على النار بشويه من الزيت، بنسيبهم كده يتسبكوا، بنحط لهم معلقه صغيره من السكر وشويه من الفلفل الاسمر وشويه من الملح، وبيكون جاهزين معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هنا قلبتهم كويس مع بعض، بعد كده ضفت البهارات، معلقه صغيره من ال7 بهارات ومعلقه صغيره من البابريكا. طبعا احنا ضايفين الملح مع الشوربه وضايفين الملح مع اللي هو صلصه الطماطم، وطبعا ضايفين كمان فلفل اسمر. فهنا انا ضفت كمان معلقه من ال7 بهارات ومعلقه من البابريكا، قلبتهم كده كويس مع بعض. بعد كده بقى غطي عليهم واسيبهم كده يستووا معايا. طبعا هنسيب الخضار كده يكمل تسويه
ومع اللحمة. وبعد كده بقى نبدأ نجهز الطاجن بتاعنا. طبعا نقدر نستخدم طاجن فخار زي ما انا هستخدم دلوقتي، ممكن نستخدم اللي هو طاجن بايركس، او نستخدم كمان صينية الومنيوم او صينية جرانيت المتوفر عندنا هنا. بقى كده خلاص بعد ما الخضار استوى معايا طبعا مع اللحمة، يدوبك هياخد كده معايا في الفرن حوالي كمان ربع ساعة. هنا بقى جهزت اللي هو الطاجن، هنبدأ بقى ندوب الخضار كده في الطاجن. ده طبعا اللي هو الطاجن فخار، في الوقت ده بقى انا بيكون مولع الفرن على درجة حرارة عالية، درجة 260 طبعا فرن البوتاجاز. هنبدأ بقى ندخل الطاجن في الرف الاولاني من تحت على درجة حرارة عالية. هنا بقى كده خلاص الطاجن جاب معايا بالشكل ده، حطيت كمان قرن من الفلفل الاحمر الرومي في النص، طبعا ده اختياري. وهنا بقى كده خلاص دخلت الطاجن في الفرن. هنا بقى كده هسيبه كمان ياخد معايا كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، بحيث ان هو ياخد كده طبعا ريحة الفرن مع كده ريحة اللي هو التطعيمة كده التطعيمة اللي هو ريحة الفرن مع البرام. وفي الاخر كده بنولع الشواية من فوق ياخد التحميرة القمر بتاعتنا دي، وبيكون معاكي احلى طاجن لحمة بالخضار بالطريقة دي. زي ما قلت استخدمي طاجن فخار او طاجن بايركس او صينية الومنيوم او صينية جرانيت اللي متوفر عندك، اهم حاجة بتدخليها الفرن كده تاخد من ريحة وطعم الفرن، بيكون معاكي طعم حلو قوي. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين بعد ما خلاص اخد معايا كده 10 دقايق او ربع ساعة من تحت، طفيت من تحت ولعت الشواية من فوق، اخد التحميرة. بعد كده بقى جاهز معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وده كده بيكون الشكل النهائي لطاجن اللحمة بالخضار زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا جهزت معاه بقى اللي هو رز بالشعرية. وهنا بقى كده حابة اوريكم من الخضار، شايفين الخضار هنا طبعا البسلة زي ما انتوا شايفين محتفظة باللون بتاعها وفي نفس الوقت مستوية جدا، وطبعا الجزر مستوي والقرع والبطاطس واللحمة مستوية جدا. بجد ده احلى طاجن لحمة بالخضار ممكن تعملي بالطريقة دي. الطريقة سهلة وبسيطة، بس في الاخر بتاخدي طعم وريحة كده ما حصلتش. وزي ما انتوا شايفين ده بيكون بقى كده اللي هو الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنا بقى كده حابة اوريكم قد ايه الخضار مستوي وقد ايه اللحمة مستوية جدا. وده كده بيكون وصفتنا النهاردة، اتمنى تجربوها بنفس الطريقة، ومستنية كده رأيكم في التعليقات. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار بالطريقة دي. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتعليقكم الجميلة. ولو لسه اول مرة تشوفوا قناتي اتمنى الاشتراك وتفعيل زر الجرس الكل علشان يوصلك اشعار بكل جديد. وان شاء الله كده تنتظرونا في وصفاتنا الجاية، ودايما نقدم لكم احلى الوصفات. ودمتم في حفظ من الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.